الإعلان عن بيس 2022 وأيضا أخبار رسمية عنها وأخبار مفاجئة وإضافات كثيرة، فكل هذا معنا في هذا المقطع، فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء وقبل كل شيء، لا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومعنا اليوم سنقدم لكم أشياء عن بيس 2022 الكثير من لا يعرفها. وقبل كل هذا حبيبنا، لا تنسوا الانضمام إلينا عبر صفحتنا على الانستغرام، فرابطها أسفل هذا الفيديو فكما تلاحظون معنا. وسنبدأ الآن في موضوع بيس 2022 20 موبايل، يعني هذه النسخة التي سنتحدث عنها هي الهواتف الاندرويد والايفون، يعني على منصة الاندرويد والاي او اس حبيب. لا، فعلى العموم انتم تعرفون ان بيس 2022 النسخة الخاصة بالكمبيوتر صراحة شركة كونامي يعني بسرعة قامت بإطلاق النسخة، مما تسبب في الكثير من المشاكل. ولكن بالنسبة لنسخة البيسي سنلمح عنها أو عن أول شيء، أن نسخة البيسي أيضا في شهر 11 ستكتمل، والنسخة المتواجدة حاليا فهي ما زالت بيتا، يعني في شهر 11 ستكتمل نسخة البيسي، وحين ذاك قد تكون بلا أخطاء، يعني لا نعرف بعد ما هو الشيء المهم الذي سيحدث. أما الآن ونحن معنا اليوم فنسخة الموبايل، يعني بيس 2022 نسخة الموبايل على أجهزة الأندرويد، ومعنا خبر نزولها بالطبع كنا تحدثنا عنه سابقا، ولكن الكثير من لم يرى ذاك المقطع، ولكن سنحاول أن نتحدث عن الكثير من الأشياء لم نتحدث عنها سابقا. أول شيء وأهم شيء أحبيب لا أود أن أخبركم به عن بيس 2022، هل تعلمون أن شركة كونامي في سنة 2021 عفوا من تلك السنة التي مرت، فكانت أطلقت الإعلان الرسمي لبيس موبايل 2021، أطلقته في 26 من هذا الشهر من سنة 2020، يعني في تلك السنة من 26 من هذا الشهر أطلقت الإعلان الرسمي الخاص ببيس 2022 2021 موبايل. يعني الآن قد نشاهد إعلان، قد لا نشاهد تحديث عن تحديث بيس 2022 في هذا الشهر على البلاي ستور، ولكن قد نشاهد إعلان رسمي، يعني نقول رسمي أي من شركة كونامي، قد نشاهده على اليوتيوب، تقوم بإطلاق شركة كونامي إعلان رسمي أو تريلر على بيس 2022 موبايل، وبعض من الجيم بلاي وبعض من اللقطات الخاصة باللعبة. وكما تعرفون كل ما عليكم هو الاشتراك وتفعيل زر الجرس لنوافيكم بأي جديد نزل حول هذه اللعبة المنتظرة بشدة، وإلى حد الآن لم يتم تسريب أي جيم بلاي ولم يتم تسريب أي شيء من بيس 2022 عكس لعبة فيفا 2022. يعني الآن عرفنا كيف ستكون، والآن عرفنا القوائم الخاصة بها كيف ستكون، يعني تم تسريب بعض الأشياء من بيس من فيفا 2022. أما بالنسبة لبيس 2022 لم نرى أي شيء بعد، ولم نرى أي شيء رسمي. وكما قلت لكم في تلك السنة من 2020 قامت شركة كونامي بإطلاق الإعلان الرسمي في 26 أكتوبر من 2020، يعني قد نشاهد هذا الشهر، يعني هذه الأيام إلى أواخر شهر 10، يعني في أكتوبر قد نشاهد إعلانا رسميا من كونامي عن بيس 2022 موبايل على أجهزة الأندرويد والآيفون. وكما تعرفون بالنسبة لموعد يعني سيتوقف السيرفر الخاص ببيس 2022 بيس 2021 سيتوقف السيرفر الخاص بها في نهار 11 من شهر 11 2021، يعني شهر 11 سيتوقف السيرفر الخاص بلعبة بيس، وبعدها في وبعدها حبيبي فلا سيقومون بإصلاحه وسيتم تحديثها بشكل رسمي وبشكل مباشر على البلاي ستور في 18 من شهر 11 سنة 2021، يعني شهر 11 الذي سنوافيه قريبا سيتم تحديث اللعبة في 18 في شهر 11 على البلاي ستور بشكل رسمي وبشكل مؤكد وبشكل
بالقطع يا حبيب الله، وبدون أي شكوك وبدون أي شيء، يعني في شهر 11 من يوم 18 سيتم إطلاق النسخة على البلاي ستور والآيفون، أما سيتم توقف السيرفر من يوم 11 في شهر 11 الذي سيأتينا نعم بعد هذا الشهر الذي فيه نحن وهو شهر 10. يعني هذه الأشياء المهمة. وكما لمحنا سابقا أيضا على أن بيس 2022 موبايل سيتواجد فيها الماستر ليج، يعني ستضم نسخة ستضم الماستر ليج. وأما حبيبنا بالنسبة للأونلاين أو الأوفلاين، الكثير سيقول هل اللعبة ستكون أونلاين أو أوفلاين؟ يعني 100% اللعبة ستكون أونلاين بالطبع، ولا يمكن لأي شركة وضعت أساسا لعبتها أونلاين من أول مرة أن تقوم بتحويلها الى اوفلاين. بالعكس، قد تكون اللعبه في اول مره اوفلاين ولكن بعدها ستحولها اونلاين. اما اذا نسخه ما تحولت من الاونلاين الى الاوفلاين، فلم ارى اي شكل من هذه الاشكال، فالالعاب تكون اوفلاين من اولها ولا تتحول من اونلاين الى اوفلاين. يعني نسخه بيس 2022 موبايل ستكون اونلاين بشكل مؤكد، ويمكنك لعبها بالانترنت رغم ان فيها المود ماستر ليج، ورغم ان فيها الكثير من الاشياء التي لا تتطلب لعب مع اصدقائك، بل فقط ستدخل اليها عبر الاونلاين. وبالنسبه للقوائم وكل هذه الاشياء، فيعني بيس 2022 القوائم الان بدات معروفه بعض الشيء. فبيس نسخه بيس 2022 الخاصه بالكمبيوتر فقوائمها عرفناها، يعني وانتم تعرفون ان دائما بيس موبايل تكون شبه 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 كثير بنسخة الكمبيوتر بالنسبة للقوائم، ليس في الجيم بلاي، بالنسبة للقوائم الخاصة بالمايكليب، يعني القوائم الخاصة بإي فوتبول الجديدة، يعني القوائم الخاصة بالأونلاين. أما الماستر ليج وكون أسطورة وتلك الأشياء يعني لا تكون في بيس موبايل أصلا. لهذا السبب لمحنا لكم أن القوائم ستكون شبه الخاصة بنسخة بيس 2022 موبايل. وكما تعرفون حبيب لاف، صراحة في هذه الأيام فأنا أنتظر إعلان رسميا من شركة كونامي، كما تعرفون، لأن في تلك السنة من سنة 2020 قامت بإطلاق الإعلان الرسمي الخاص ببيس موبايل في يوم 26، يعني هذا اليوم الذي معنا اليوم على ما أعتقد 21، يعني تبقى 5 أيام وستمر سنة على الإطلاق الرسمي لبيس 2020 موبايل الإعلان الخاص بهم. يعني ننتظر الآن إعلانا رسميا. أما بالنسبة لموعد نزول اللعبة وتحديثها فسيكون في 18 من شهر 11 2021، يعني هذا هو الشيء المؤكد، وهذا هو المقطع الخاص بنا، ونتمنى أن يعجبكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.